إدوارد لينو أحد قيادي الحركة الشعبية المشاركة في حكم السودان دعا إلى أن يمثل الرئيس عمر البشير أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن اتهامات ضده بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وقال لينو إن من مصلحة السودان أن يحاكم البشير. من ناحيته قال ياسر عرمان المرشح في الانتخابات منافسا البشير على الرئاسة، قال إن البشير مرشح سيكرس انفصال جنوب السودان ولا علاقة له بالوحدة الطوعية.